السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. الدرس الثامن والعشرون. أتوشتم درس خراغلاس بانا يوصلو پانزوسو وانا شروع كيكي درس نمخي تاس نهي لكم چه يوتيوب و فيسبوك زمان درسونا شير كلي كس پختن آغاوي پیش نها درس چه وي تاس منتا پانا كي ميسج كولا شي. نخبل درس بيلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الدرس السابع ومدرس. أنا أسأل وأنت تجيب. ذس بختنكم أو تزواب راكلا. أنا أسأل وأنت تجيب. هل معك قلم؟ هل معك قلم؟ لا ليس معي قلم. هل معك قلم؟ آية تاسر قلم شتا. لا ليس معي قلم. نا ما سر قلم نشتا. هل معك كتاب؟ آية تاسر كتاب شتا. لا ليس معي كتاب. لا ليس معي نا نشتا معي ما سر كتاب. معي ما سر كتاب. هل آية معك تاسر مسترة خدكش؟ هندسي مزمون بخاطر بكاريجي مسترة خدكش. آية تاسر خدكش شتا. لا ليس معي مسطره. نعم سر خدكش نستا. اقرا والاحظ. لا ليس ضمير بلس جمع اسم. ده جرامر ان شاء الله. ده لوملي كتاب ختم شي ان شاء الله. دوم كتاب سره من پانا كي ان شاء الله اراده لرو چې قواعد درسونه نشخ پریږي ان شاء الله. ده ټول بیا یو سر نتر شروع کو جرامر ابتداء ان شاء الله. اوس لاندې دې مثالونه وایو. اوس تاسو فلال صرف محاورې باندې هغه وکړئ چې تاسو لږ محاوره کې خښئ. هل انت علي؟ آیا ته علي؟ هل انت علي؟ ته چانه پوښتنه کوې مثلا آیا ته احمدي؟ هل انت احمد؟ هل انت علي؟ لا لست عليا. نا ذا علي نيم. انا محمد. ذا محمد يم. لا لست عليا. ذا علي نيم. انا محمد. ذا محمد يم. هل انت طبيب؟ آية دكتوري. لا لست طبيبا. انا طالب. نا ذا دكتور نيم. ذا كون كيم. اتبادل السؤال والجواب مع صديقي. بختنا او جواب خبل دوسترا تبادلكم شريكهم. مهندس طبيب معلم. هل انت مهندس؟ لا ليس مهندس. لا لست مهندسا. انا طبيب. هل انت طبيب؟ لا لست طبيبا. انا مهندس. هل انت معلم؟ ايت معلمي. دغه په دې مثالونو په شان دي جملو کې صرف علي یا طبيب په ځای مهندس طبيب معلم استعمال کوي. نو ټول یو شی ده. اقرا واطبق الولم او دا تطبیق کوم. احمد یزور صديقه مريض. دا مثال دی. نور به تاسو خپله وکړي. احمد یزور زیارت کول ورتلل پوښتنه کول. احمد یزور صديقه احمد زیارت کوي یا ګوري صديق خپل ملګری. تګ لماذا؟ ولي ولي خپل ملګری ګوري. لانه مريض. ذکه مريض ده. اوس دویم مثال کې احمد ينظر الى ساعه. احمد و ساعت ته ګوري متاخر. دا تاسو جوړ کړئ. لماذا جواب کې لانه متاخر. ذکه چې ناوخته ده. متاخر ناوخته. أحمد ينظر إلى ساعة. أحمد ساعة تقول لماذا؟ ولي لأنه متأخر. ذكى لأنه ذكى متأخر نعم وقت ذا. أحمد يحمل هدية. أحمد يحمل نيول توي. أحمد هدية تحفة نسي. يزور صديقه. لماذا؟ أحمد يحمل هدية. أحمد تحفة نسي. لماذا؟ ولي نسي. ليزور صديقه. ليزور صديقه. ذكى والملقرة ملاقات ورزي. ليزور دي بخاطر چه زيارت وكلي ملاقات وكلي خبل ملگري سرا. محمد يطرق الباب. محمد يطرق طرقنا اخسلتو. يطرق تكولو توي. يطرق تكوي ودروازة تكوي. محمد يطرق الباب. محمد دروازة تكوي. لماذا؟ ولي لأنه يدخل ليدخل البيت. ذكا چه كورتا ننوذي. بل درس اقرا والاحظ الولم او تطبيق كوم. انا ازور صديقي. ذو يقبل ملغري زياره كوم. انت انت تزور. هو يزور. نحن نزور. دلتا مفرد دا
البته دا ګرامر مونږ ویلای چې جمع ته چیرې دی مخاطب ته چیرې دی دا کا کی یا ها هو او نه دا مونږ ویلای خو بیا به هم تاسو ته وایم انا ازور صديقي زه خپل ملګری زیارت کوم اوس ته څنګه وایې ته زیارت کوي انت تزور صديقي ته زما ملګری زیارت کوي انت تزور صديقك هو يزور صديقه نحن نزور صديقنا مونږ خپل د ملګرو زیارت کوو ګوره هذا کتاب قلم پلس دلته جمع ورکړلی هذا کتاب اوس چې وایې هذا کتاب د چا کتاب دی اوس دلته به تاسو هو هغه انت ته انت ته مؤنثه انا زه هي هغه ښځه نحن موږ ټول نو دغه مثالونو سره دا ټول راځي مثلا هذا کتاب که د هغه کتاب وي کتاب هو درېیم شخص غایب وي که حاضر وي هو راځي ورته هذا کتاب هو مثلا هذا قلم هو انت ته هذا كتابك داستا كتاب ده هذا قلمك داستا قلم ده هذا كتابك داستا ده خذي جلي كتاب ده هذا قلمك نو طول هم دغه بل شنه لري پوه شوي كتابك استا قلم كتابك استا ده مؤنث قلم كتابه ده هغه قلم كتابنا زمون قلم كتابي زما قلم كتابها ده هغه جلي قلم نور دي کی چنه استا ده اوس اكمل بيت طعام هو بيته هو بيته يا هو طعامه أنت ته هو بيتك بيتك طعامك مؤنث طعامك بيتك طعامك بيت بيتي طعامي بيتها طعامها بيتنا طعامنا دا ټول جماهیر دي که سوال پوښتنه وي هیله کوم کومنټ کې کولی شئ ښه دا درس به مو وایو خیر انظرو واستمعو ګورم او دا واستمعو او اورم الاشكال دا درس البته اشكالو کې الاشكال الطاوله مستطيليه و مستطيليه دغه مستطيل شکل ته مستطيل وي او میز د مستطيل په شکل ده مستطيلي شکل میز مستطيلي شکل میز قطعه جبن مثلثه في طبق دائريه و قطعه یو ټوټه د پنیر چې مثلث شکل ده في طبق دائريا په یو ګرد لوښي کې ده یو دایره شکل لوخو کی ده دی که صرف شکل نمورد دایری دا گرد مثلث دا دی آغا شکل پانیر شکل دا گوری دا مثلث ده خا هذه لوحة مربعة دغه لوحة مربع شکل لري مربع شکل دا ثلور اطراف شکل تا دیتا مربع وی خا هذه ساعة دائرية دغه ساعت وی دائری شکل لري دائروي ده دا ساعت دائروي ده خا نو فلال دلتا درس بس کو دا زمان اتوشتم درسو نو نهوشتم او دیرشم با انشاءالله زمان اخیری درسوی او دا لاندینی درسو نا با ورسر کاملو نو دا با بل درس که انشاءالله وایو بیا هم کدی آغا که سپختن آغاوی بیا هم تاسو کومنت کولای شئ تاسو نه هیله کوم چې درسونه فیسبوک کې ګروپونو کې شیر کوئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او ویډیو لایک او شیر کوئ حتما نو تر بل درس پورې تاسو په لاس وارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته